السلام عليكم، اهلا بيكم. انا محمد حموده في اسرع فيديو اتطلب مني وعملته على طول. الفيديو ده مهم جدا لاغلب الناس اللي بتشوف كورسات باللغه الانجليزيه وبتبقى الترجمه عائق بالنسبه لها. من شويه نزلت بوست وكان في صوره لكورس انا بحضره حاليا وكان في ترجمه. طيب ده حصل ازاي بالظبط، او ترجمت الفيديو ده ازاي؟ كتير سالوني في البوست عن ازاي اترجم الفيديو. في الفيديو ده احنا هنتكلم مع بعض عن ازاي تترجم فيديو في 3 خطوات سريعه وسهله جدا، فمش هطول عليك ويلا بينا نروح نشوف الشرح. خلينا نشوف مع بعض دلوقتي الخطوات السريعه اللي من خلالها هنقدر نعمل ترجمه لاي فيديو. زي ما احنا شايفين الفيديو ده، نخليها نركز على الشريط تحت. الفيديو بيتحرك، بدأ الكلام. طبعا الصوت مش ظاهر بس عشان انا شغال بالار دي بي زي ما انتم شايفين كده مفصول. خلينا نوقف وتعالوا نروح بينا نترجم بقى الفيديو ده. اقفل كده، انا عندي الثلاث فيديوهات دول عايز اترجمهم دلوقتي. ايه الخطوات اللي هعملها؟ بمنتهى البساطة انا محتاج موقعين اتنين بس. اول موقع فيهم هو الفيسبوك، والفيسبوك من خلاله هستخدم كرييتور استوديو. يبقى فيسبوك كرييتور استوديو، انا محتاج كرييتور استوديو. طبعا الكرييتور استوديو ده هيكون عندك لو انت عندك بيدج فقط. طيب هندخل عليه منين؟ هندخل على البيدج ونيجي عند بابلش او بابلشنج تول او ادوات النشر. بعد ما دوسنا على البابلشنج تول ممكن نيجي هنا تحت على تول اول تولز ونيجي على كرييتور استوديو. هيفتح لنا الصفحه دي. وليه هنستخدم الكرييتور ستوديو بالذات؟ علشان اقدر ارفع منه اكتر من فيديو مره واحده، فترجم اطلع الترجمات بتاعت كل الفيديوز مره واحده. او ممكن تدخل على طول من هنا كده وتكتب كرييتور ستوديو او استوديو منشئ المحتوى، كرييتور ستوديو او استوديو منشئ المحتوى، وتبدا اول ما تظهر لك الصفحه دي هتيجي هنا كده عند ابلود فيديو. هيبدا يسالك سؤالين، هو سنجل فيديو ولا مالتيبل فيديو، اكتر من فيديو ولا فيديو واحد. لو هو فيديو واحد هتختار ده. انا طبعا علشان بترجم مجموعه فيديوهات مع بعض ودي الاصعب، خلينا نعرف مع بعض ازاي. هنا هم جاي قايل له مالتيبل فيديو، هيقول لي ابلود الفيديوز بتاعتك. انا خليني اختار الفولدر الثلاث فيديوهات دول مع بعض، هقول له اوبن. هيبدا يابلود الفيديوز زي ما احنا شايفين هنا كده. بمجرد ما هيعمل ابلود للفيديو، طبعا يفضل الطريقه دي ما بتشتغلش غير مع نت سريع جدا. انا بشتغل هنا بار دي بي، السرعه بتاعته ابلود 1 جيجا تقريبا. خليني اخد اسم الفيديو ده كنترول سي، وهنا هنا كده اضغط على سي سي، او اجي هنا عند الايديت وادوس ايديت، واجي بعدها على accessibility and translation. هو هلاقيه هنا لوحده بيقول لك auto generate caption، يعني هو دلوقتي بيسمع الكلام اللي موجود في الفيديو وهيطلعه لك. على فكره الطريقه دي ينفع تشتغل مع اي لغه وليها استخدامات كتير مش بس في ترجمه الفيديوهات بالشكل ده. generating video، بمجرد بس ما يجي قال لي تمام اللغه انجليش، طلع لي 917 كلمه وما قدرش يوصل ل 75 كلمه من الفيديو. فاعتقد مع السمع الدنيا هتبقى مظبوطه. هنعمل له داونلود، هنروح على الداونلود وهسمي الملف اللي نزل علشان ابقى عارف ان ده بتاع الفيديو الاولاني وده الفيديو الثاني. وبعد كده هرجع تاني على البيج. وبعد كده هرجع تاني على الصفحة بتاعت الداونلود، هروح هنا بالسهم ده لو انا اعرفه اكتر من فيديو، هروح على الفيديو التاني واخد الاسم برضو، واجي هنا عند نفس الخطوات. اكرر نفس الخطوة مع كل الفيديوهات. فكل اللي انا بعمله اني بستنى بس ان هو بيكابشن الكلام اللي موجود في الفيديو وخلاص الموضوع انتهى. طبعا يفضل لو انت الفيديو بتاعك كبير حاول تضغطه، لو سرعة الانترنت عندك ضعيفة حاول تضغطه بحيث انه يترفع معاك بسهولة. طبعا افضل فيديو افضل برنامج يضغط لك الفيديوهات هو هاند بريك، تقريبا بيضغط فيديو 3 جيجا ل 300 ميجا. هنعمل داونلود للاسم التاني واروح اغير اسمه برضو. انا دي الخطوات اللي انا بمشي بيها بالترتيب.
ليه؟ علشان انا ما اتلخبطش فيما بعد، كل فيديو يظهر الترجمة بتاعته زي ما هي. اروح الفيديو الثالث، هاخد اسمه. طبعا علشان الترجمة تبقى مظبوطة لازم تاخد الاسماء زي ما هي بالظبط، علشان يبقى فيه سينكرونيزيشن بينها وبين الفيديو لما تيجي تشغلها على البرنامج. طبعا الطريقة دي احنا بنستخدمها دلوقتي علشان مفيش ملف ترجمة، مفيش اي حاجة، فاحنا محتاجين نطلع الاول الملف اللي فيه الكلام الانجليش وبعد كده نحوله لعربي. طبعا زي ما احنا شفنا هو في الاول كانت الملفات بتاعة الفيديو هي بس عبارة عن الثلاث ملفات بتوع الفيديوهات. يعني لو احنا جينا هنا كده عند نيو فولدر، احنا ما عندناش غير ثلاث ملفات للفيديوهات، بعد كده هنضيف لهم ملفات الترجمة. طيب الخطوة اللي بعد كده هو اني احول الملفات دي، ملفات الانجليش دي، لو احنا بس فتحناها دلوقتي، ملفات دي دلوقتي فيها الكلام بالانجليش، فاحنا محتاجين نحول الكلام ده للعربي علشان يبقى فيه ترجمة. فهنروح على ويب سايت تاني انا لسه مكتشفه تقريبا من فترة قصيرة، بيترجم بقى مجموعة الملفات مع بعض. هسيب لكم كل اللينكات المستخدمة تحت الفيديو هنا كده، هرفع هيقول لي فين الملفات بتاعتك، هحددها له ملفات اللي هي اللي انت عايز ترجمها، هرفع له الثلاث ملفات. ودي اجمل حاجه في الموقع ده بصراحه، فور فري، بيترجم ترجمه الى حد ما كويسه، هي كده كده ترجمه جوجل ولكن كويسه. سبتايتل داونلود، مبروك عليك يا باشا الترجمه. نزل لك ملف مضغوط في الداونلود، هنحذف الملفات القديمة دي ديليت، وهفك الضغط بتاعت الملفات دي هنا، وبعد كده هروح احطهم في الفولدر اللي فيه الفيديوهات. تعالوا نفتح كده ملف الترجمة بتاع اي ملف منهم، هنلاقي التأثير هنا لا يعني اسماء تنخفض ولكن الارقام. مش عارف كل بقى حاجة. لو جيت اشغل الفيديو ده، خلينا انقله عندي وارجع تاني، يعني ارجع على جهازي عشان الجهاز ده مش هيشغل الترجمة. انا على ما انقل انا هوقف التسجيل شوية وهرجع تاني اكمل. طيب رجعنا تاني كده، خلينا نجرب نفتح الملف ده عندي على الجهاز، بلاش ار دي بي، ونقول له اوبن. اوكي ملف اهو، نختار له ملف الترجمة، هنلاقي الترجمة ظهرت معانا لو احنا شايفينها تحت اهي، مجموعة مختلفة من التأثيرات لك حصلت على تأثير مباشر مش عارف لا بلا بلا. اهلا بيك، بعد ما شفت الفيديو لو كان عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر التنبيهات. السلام عليكم.